عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم. كان بودي أن يكون حديثنا في هذه الليلة عن موضوع مهم في مجال العقيدة، ولكن باقتراح من بعض الإخوة وباعتبار أننا دخلنا في موضوع الخمس في الأسبوعين، الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله، تقاصا بآية الخمس حتى نبحث عن آيات ثانية. لا، لو لم تكن إلا آية الخمس لكفتنا، ولكن آيات أخرى أيضا وردت عن الخمس. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآية تتحدث عن ماذا؟ ظاهر الآية عن اليتامى. من هم اليتامى؟ في تأويل القرآن الكريم، بل في تفسير القرآن الكريم، حتى لو لم يكن إلا التأويل التأويل، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اليتامى أهل البيت، أموال اليتامى الخمس. راجعوا الروايات الشريفة وآيات قرآنية أخرى أيضا. هذا ثانيا. ثالثا، الزكاة هذه معلومة قرآنية مهمة. كلمة الزكاة في القرآن الكريم استعملت في عامة أنواع الإنفاق المالي. كل إنفاق مالي واجب أو مستحب فهو زكاة. الزكاة في القرآن الكريم لا يذهب عليكم، الزكاة في القرآن الكريم ليست بمعنى هذا النوع الخاص من الإنفاق الذي يسمى بزكاة المال. لا، الزكاة في القرآن الكريم بصورة عامة بمعنى الإنفاق المالي. في حديث صحيح الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر ضمن الحديث عن الخمس آية من آيات الزكاة. في القرآن الكريم آية الولاية، آية التصدق بالخاتم، إنما وليكم الله
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه حسب الظاهر ما كانت زكاة المال هذا النوع الخاص من الإنفاق، لا، ويؤتون الزكاة ينفقون في سبيل الله وهم راكعون، التصدق بالخاتم. آية الزكاة الآية المرتبطة بهذا النوع الخاص من الإنفاق تعبر عن الزكاة بالصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الآية عن زكاة المال. أما كلمة الزكاة بمعنى الإنفاق، كلمة الزكاة في القرآن الكريم تشمل كل موارد كلمة الزكاة بصورة عامة، إلا لعله بعض الموارد. بصورة عامة كلمة الزكاة في القرآن الكريم تشمل الخمس، تشمل زكاة المال، تشمل زكاة الفطرة، تشمل الصدقات، تشمل أنواع الإنفاق المالي. فلا تقل آية الخمس آية واحدة، آية الزكاة كثيرة، آيات الزكاة هي شاملة للخمس أساسا. هذه نقطة ثالثة. نقطة رابعة، الأهمية أساسا من أين نعرفها؟ شيء مهم عند فئة الرؤوس لتلك الفئة، القادة لتلك الفئة، هم الذين يحددون ما هو المهم ما هو الأهم. من أين نعرف أن شيئا معينا مهم في الدين؟ من أين نعرف؟ قادة الدين يلزم أن يقولوا أن هذا الشيء مهم، هذا الشيء أهم من ذاك. الصلاة بهذه الدرجة العالية من الأهمية في الدين، في فروع الدين، من أين علمنا ذلك؟ في القرآن الكريم؟ لا، في الروايات الشريفة. ورد في القرآن الكريم أن الصلاة عمود الدين؟ لا. ورد في القرآن الكريم أن الصلاة أهم فروع الدين؟ أبدا. أين؟ ورد الحديث عن الصلاة، أما أن تكون الصلاة بهذه الدرجة أهم فروع الدين، من أين عرفنا ذلك؟ من الروايات الشريفة. سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله. الذي يحدد لنا ما هو المهم وما هو الأهم الأحاديث الشريفة أكثر من القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث بصورة إجمالية، القرآن الكريم يتحدث عن أصول الدين بأهمية، نعم هذه أصول، عن نبوة النبي، عن إمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أما عن سائر الأمور القرآن الكريم يتحدث حتى عن فروع الدين المهمة، يتحدث بصيغ مختلفة. الإرث موضوع مهم أم لا؟ نعم موضوع مهم. كم آية ورد في القرآن الكريم عن الإرث؟ آيات معدودة، ليست آيات كثيرة. كم آية وردت عن الصيام؟ الصيام ليس شيئا مهما في الدين، من أهم فروع الدين، كم آية ورد عن الصيام؟ آيات معدودة قلائل. كم آية وردت عن شهر رمضان، هذا الشهر العظيم؟ ظهر آية واحدة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآن يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، خلص. الآن لا أتذكر آية قرآنية ثانية، لعله لا توجد آية قرآنية ثانية ورد فيها الحديث عن شهر رمضان، هذا الشهر المهم. نفس الصلاة، تفاصيل الصلاة وردت في القرآن الكريم، كم هي مهمة تفاصيل الصلاة؟ أبدا ما وردت في القرآن الكريم. الأهمية درجة الأشياء بصورة عامة تعرف من الروايات الشريفة. لا تقل لي أن القرآن الكريم ما تحدث عن الخمس إلا في آية واحدة، لنفرض أنه كان كذلك، من أين نعرف أهمية الخمس؟ من الروايات الشريفة، كما أننا علمنا
بأهمية الصيام من الرواية الشريفة، كما أننا علمنا بأهمية الصلاة بهذه الدرجة بهذا المستوى من الرواية الشريفة. والرواية الشريفة كيف تتحدث عن الخمس؟ انظروا الروايات الشريفة، ثواب الخمس أصلا لا يتصوره عقل الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يهضم أن يستوعب لا يتمكن أصلا. الروايات عجيبة، أهمية الخمس، العياذ بالله بالنسبة للشخص الذي لا يخمس. هذه الروايات الشريفة. نقطة أخيرة في هذا الإشكال، العدد بصورة عامة، العدد قد يكون دليلا على الأهمية أحيانا، ولكن ليس هو الملاك الوحيد للأهمية. هذا كلام صحيح أم لا؟ دائما العدد هو الملاك للأهمية؟ لا، أحيانا شيء واحد أهم من 10 أشياء، أليس كذلك؟ في حياتنا الطبيعية العادية. مواضيع ورد ذكر التفاصيل فيها ليست بتلك الدرجة من الأهمية لأجل مصالح. الإنسان يذكر التفاصيل أو لا يذكر التفاصيل. تفاصيل الإرث، بعض تفاصيل الإرث مذكورة في القرآن الكريم، تفاصيل الصلاة نهائيا مو مذكورة في القرآن الكريم. هذا يعني أن الإرث أهم من الصلاة؟ لا. البيع، كم آية عندنا عن البيع؟ آيات قلائل. البيع شيء مهم. أمور ثانية ليست بتلك الدرجة من الأهمية، آيات أكثر في القرآن الكريم نراها. لاحظوا العدد أحيانا ملاك للأهمية، ولكن ليس هذا الشيء دائميا. فمرة أخرى أرجو أن المخالفين لا يذكرون هذا الإشكال، الإشكال يبدو لي عكسيا، الإشكال ليس علينا لنا. الإشكال الآخر أيضا إشكال سمعتموه كثيرا، نتوقف عنده دقائق قليلة. آية الخمس تتحدث عن خمس الغنائم، أي غنائم دار الحرب. أين أن الخمس واجب في كل فائدة؟ من أين؟ القرآن ماذا يقول؟ يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لذي القربى، إلى آخر الآية، عن غنائم دار الحرب. سمعتم هذا الإشكال أم لا؟ حتما مرارا وتكرارا سمعتم هذا الإشكال من المخالفين. أولا غنم الشيء، غنم فلان الشيء يعني ماذا؟ يعني ربحه. نحن عرب نستوعب معاني كلمات العرب إجمالا، هذا يسمى بالتبادر. فلان غنم شيئا يعني ماذا؟ هذه الكلمة خاصة بغنائم دار الحرب، إذن يلزم أن لا نسمع هذه الكلمة نهائيا إلا نادرا. لا توجد هنا حروب في هذا البلد، لا توجد حرب، نسمع هذه الكلمة أم لا؟ مرارا وتكرارا. كل ما يربحه الإنسان، كل فائدة يحصل عليها الإنسان، فائدة مالية، لا حتى الفوائد غير المالية، الفوائد المادية، لا حتى الفوائد المعنوية، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الغنيمة، الصوم غنيمة، غنيمة باردة سهلة، ثواب عظيم وسهل. في الشتاء الإنسان يصوم.
من له الغنم فماذا؟ فعليه الغرم. هذا المثل مشهور. من له الغنم يعني ماذا؟ يعني الذي عنده مزية عليه الغرم أيضا. عندك أبناء بكثرة مشاكلهم أيضا كثيرة، طبيعي. عندك أموال كثيرة مشاكل الأموال أيضا كثيرة. دارك صغيرة تتمكن أن ترتب هذه الدار في دقائق، دار وسيعة ترتيب الدار يحتاج إلى ساعات. من له الغنم فعليه الغرم. غنم يسمى غنما، الغنيمة شاملة حتى للأمور المعنوية. أنت عندك علم واسع، هذا غنيمة. سلام عليك ورحمة الله. هذه الغنيمة عليك غرم أيضا. كلمة الغنيمة بالتبادر، ونحن عرب نفهم المعنى العربي، نفهم معاني كلمات العرب إجمالا. هذه الكلمة وهذه المادة تشمل حتى الأمور، تشمل كل الأمور المالية وتشمل الأمور المادية غير المالية وتشمل الأمور المعنوية. هذا أولا. ثانيا راجع كتب اللغة، لغة العرب، انظر كلمة مادة غنمة ما هو معنى هذه المادة. ائت لي بكتاب لغوي واحد من كتب لغة العرب يذكر أن هذه الكلمة خاصة بغنائم دار الحرب، تشمل غنائم دار الحرب. نعم، غنائم دار الحرب من الغنائم فائدة، ولكن تكون هذه الكلمة خاصة بغنائم دار الحرب. ائت لي بكتاب واحد من هذه الكتب الكثيرة في معاني كلمات لغة العرب، ائت لي أي كتاب تريد أن تختار. انظروا كتب اللغة ماذا يقولون. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، قابل كتب اللغة، قابل التبادر. يا أخي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنت المخالف طبعا، أنتم الحمد لله رب العالمين إيمانكم عقيدتكم سليمة إن شاء الله. لا، المخالف، حديثي مع المخالف. أنت المخالف لا تعتقد أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا معصومين، لك اعتقد بما تشاء في الدنيا والحساب في يوم القيامة، ولكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما كانوا عرب، ما كانوا من أصل العرب. ينكر هذا الشيء أحد من الناس؟ حتى النواصب ينكرون أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا أصل العرب. كلمات اللغة العربية تؤخذ من أي عربي، أي عربي. انظروا كتب اللغة، انظروا كتب النحو، انظروا كتب الصرف، يستشهدون بكلام راعي غنم في صحراء، يستشهدون ومقبول، استشهادهم مقبول عند كل أصحاب علوم لغة، علوم اللغة، النحو، الصرف، حتى علوم أخرى مرتبطة بالعربية، يستشهدون بأشعار. أشعار لمن؟ أحد العرب. يا أخي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما كانوا من العرب؟ يستشهد في معاني لغة العرب بأي كلام من أي عربي في أي منطقة بأي مستوى علمي، راعي غنم، إنسان عادي، فاسق، غير فاسق، ليس مهما. هذه كتب النحو والصرف، لاحظوا حتى أصلا في هذا المجال نحن لا نحتاج حتى إلى روايات صحيحة. يعني لو كانت عندنا رواية واحدة ضعيفة السند كنا نستشهد بها. لغة العرب وصلتنا بروايات صحيحة، يعني معنى الكلمة الفلانية الشيء الفلاني هذا ورد بروايات صحيحة، ثقة عن ثقة ناقلين، لا،
واحد ذاكر أن الشاعر الفلاني أن الراعي الفلاني الشخص الشارب الخمر جلكم الله الفلاني قرأ شعر وعرفنا معنى هذه الكلمة من هذا البيت من الشعر من هذا استعمال هذه الكلمة في المجال الفلاني. هذه الرواية صحيحة أصلا؟ لا. يعني في هذا المجال في معاني كلمات لا نحتاج حتى إلى رواية صحيحة. كم رواية وردت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تفسر كلمة غنيمة، تفسر كلمة غنمتم من شيء بالفائدة؟ كم رواية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ على الأقل اعتبروهم عربا. لا أقول اعتبروهم عربا، هم أساس العرب لا شك، هم من بني هاشم في ذلك الزمن. في ذلك الزمن العرب يستشهد بكل كلماتهم. لا تريد أن تقبل أنه معصوم، لا تقبل، لا تريد أن تقبل أنه عالم، لا تقبل، من العرب كافي. في الحديث الشريف إحدى الأحاديث يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية المباركة، واعلموا أنما غنمتم من شيء، فيقول عليه الصلاة والسلام هي، يعني الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء هي الغنيمة، هي والله الإفادة يوما بيوم. يفسر كلمة الغنيمة كافي خلاص. في رواية أخرى صحيحة عن الخمس يقول عليه الصلاة والسلام في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، خلاص كافي، فضلا عن أنهم سادة المسلمين، سادة علماء المسلمين. لا أقول أنا ذلك، كبار علماء العامة يقولون ذلك. لا يكفي يعني؟ ما رأيتم هذه الروايات الشريفة؟ نقطة أخرى، الخمس خاص بغنائم دار الحرب، على الأقل اقرأوا كتبكم، لا تقرؤون كتب روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اقرأوا كتبكم، اقرأوا البخاري. في البخاري هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث صحيح لعله يكون من الأحاديث المتواترة أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله، في الركاز الخمس، الشيء المركوز في الأرض، هذه غنائم دار الحرب. الخمس خاص بغنائم دار الحرب؟ لا، في بخاريكم في الركاز الخمس. أما أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهي كثيرة في هذا المجال. أقرأ حديثا شريفا واحدا، لعلي قرأت هذا الحديث، ولكن أقرأ هذا الحديث. في الحديث الشريف على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب، الذي أصابه هو الذي حصل عليه، لمن الخمس؟ لمن ملك؟ لمن؟ لفاطمة عليها الصلاة والسلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا. الآن يقول عليه الصلاة والسلام حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق. لا تتصور أنه يلزم أن تكون عندك أموال طائلة حتى يجب الخمس عليك، لا، خمسة دوانيق يعني شيء قليل، نصف دينار مثلا بحسابنا اليوم مثلا، خمس دوانق دانق خمس. بقية الحديث خطير، ما قرأته في الجلسة السابقة الآن أيضا ما أقرأه. آخر كلمة أقولها همسا بصوت خافت أقول، أنتم تدعون العروبة، تقولون الشيعة فرس وأنتم عرب. هذه المرة ذكرتم هذا الإشكال، مرة ثانية لا تذكروا هذا الإشكال، لأن كلمة غنمة تكون، سلام عليكم،
تكون خاصة بغنائم دار الحرب، هذا عند الفرس. الفرس أخذوا كلمات لغة العرب، طبعا اختلطت هذه الكلمات باللغة الفارسية، المفهوم للكلمات العربية في اللغة العربية شيء، أحيانا في اللغة الفارسية المفهوم شيء ثاني. هذا للفرس، عند الفرس كلمة غنمة خاصة بغنائم دار الحرب، عند العرب هذا الشيء غير موجود. فهذه المرة ذكرتم هذا الإشكال، مرة ثانية لا تذكروا هذا الإشكال وإلا تظهر الأصول، وإن كانت الأصول العرقية ليست مهمة في الدين، ولكن أنتم عندكم هذا الشيء قبيح فلا تذكروا هذا الشيء، يكشف الأصول. باب الخمس باب وسيع، الحديث عن الخمس طولا وعرضا كأبعاد وكتفاصيل لهذه الأبعاد، حديث طويل. هذا الباب فعلا نغلقه، الحديث إن شاء الله في الأسابيع القادمة عن مواضيع أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، بحق الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بمقامها بمظلوميتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج المنتقم لآل محمد. وأن يجعلنا من خيرة خدامه، وأن يقر عيوننا بنظرة منا إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق اللهم بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرمون.